فالدنيا لا تساوي شيء، ليست بشيء لا تستحق أن يفني الإنسان فيها نفسه حريصا عليها وعلى جمعها، بل يتخذها وسيلة للآخرة. ولهذا تجد العارفين بالله هربوا منها وتركوها لأهلها، تركوها لمن يحرص عليها، وأما العقلاء فإنما يأخذون منها زاد المسافر. أذكر لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كلاما يدل على الورع، فقد كان له من الأرض الزراعية الكثير وكان لا يصلها ولا يذهب إليها، فقلت له: يا شيخ، هذه الأرض ضاعت، فلو مررت عليها وتعاهدتها تنظر من يصلحها أو تعطي من يحرثها؟ قال: لا أريد أن أراها ولا أن أذهب إليها، لأني أخاف أن تتعلق بها النفس، فهي لمن أرادها من الأولاد. وفعلا عند قرب أجله عندما مرض قال لكل فلان يعلم أرضنا في الخبت يوري أولادي يدلهم على حدودها، أما الشيخ فقد تركها وهو قوي يتعلق مثله بالدنيا. فينبغي للعاقل إذا كانت الدنيا تلفظه، إذا كبر أو عجز فإنها تلفظه، العاقل يتبرأ منها قبل أن تتبرأ منه ويلفظها قبل أن تلفظه. هذا العاقل الذي يحرص على سلامة نفسه من الحرص على الدنيا والتعلق بها، لا شك أن الإنسان بحاجة إلى ما فيها، لكن لا تكون هم، لا تكون الدنيا همه، بل يكون تكون الآخرة همه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، سمى الله جل وعلا العمل الصالح تجارة، وذكر الجهاد، والجهاد لا يكون خاصا بمجاهدة الكفار، بل إن الجهاد في طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه جهاد. ولهذا يقول عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الجهاد طلب العلم تحصيله ليكون الإنسان على بصيرة من أمره، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يكون العمل مقبولا، لأن الإنسان لا يعرف الواجب على قدره ومتى يأتي به على الوجه المطلوب إلا إذا علمه، ولا يعرف الشر وخطره إلا إذا عرفه ليجتنبه. فالحاصل أن الإنسان في هذه الحياة لا ينبغي له أن يركن إليها ولا أن يتخذها داراً ومقراً. الدنيا معبر، الدنيا كالسوق الذي يجتمع فيه الناس ليأخذوا منه حاجتهم ثم يرجعوا إلى أوطانهم، وهكذا الإنسان في الدنيا ما هو عليها إلا أيام وليالي وساعات ودقائق، ثم يخرج منها إلى الدار الآخرة. فإن كان قدم لنفسه خيراً سعد وظفر بالدنيا والآخرة، وإن كان قصر في نفسه ونظر إلى الدنيا بأنها هي الغاية ونسي الآخرة خسر الدنيا والآخرة. فعلينا أن نحرص على ما ينفعنا ونقدم لأنفسنا الشيء الذي نفرح به إذا صرنا إلى الجزاء، إذا صرنا إلى الأخذ
للجزاء على الأعمال، يفرح الإنسان بما قدم،